حاضرون مع بداية كل حدث، نخوض في عمق المأساة لنرصد هموم الناس عن كثب. ثلاجة ما بيها كل شيء، بس ماي شوية خس زين، طماطم ماكو. يعني اليوم العراق يعاني من كثير من الأمور، أولها الكهرباء. هل يا ترى لا توجد حلول؟ هذه المليارات والفلوس ماكو حلول؟ بين الناس سنبقى لنروي القصص واقعا دون تضليل، ونأخذكم في دهاليز السياسة لفك الشفرات وإظهار الكواليس، لمعرفة أسباب الأحداث ومن المتسبب، ليكون المواطن على دراية بما حوله. رح نلتقي بعدد من السياسيين والبرلمانيين. شلون يخسمون العراقي الشخص، وشلون يخلون اسفين ما بين السنة والشيعة وما بين العرب والكرد؟ يعني معقولة احنا العراقيين الطيبة والشجاعة وهيك بين عندنا هيك نفسيات طيبة ما قدرنا نسيطر على دولة كم واحد اللي طبوا؟ لا غموض في حوارنا، سنتعقب أسرار المجريات وكواليسها، ونفك ألغاز الكلمات بالتنقيط لتكون الحقيقة نصب عينيك. هل أنتم راضون بالمقابل على ما قدمتموه طيلة الفترة السابقة؟ بصراحة احنا ما راضين، احنا نريد نقدم شيء طيب. لكن يعني لا يوجد لا صلاحيات ولا أموال. كل 4 سنوات نقول إن شاء الله تعدي ونشوف أنه الأسوأ القادم هو الأسوأ. وليكون الحديث قصص القبائل وأعرافها، ليكون السمر وتدى الجلسة بعذوبة الأوزان والقوافي بين رواد الشعر ومخضرميه. وحق عينك يجي يوم الأتانيه، وترد تمشي عدل وياي دنياي، ورد خيالك اللي انت تعرفيه، غيرك مهرة ما تتراهم وياي، غيرك مهرة ما تتراهم وياي. ابنك بالتقاطع يابا يمسح جوم، والدمعات تجري وتجرح بخده. أبشرك أبشرك يابا ولدك كلهم يجدون، وغير رجول أمنا ما مشي. خصوصية تهم الجميع، تعطيك ما لا تعرفه عن الواقع وخفاياه، مع شخصيات تعاملت مع الأحداث وعاصرتها لتسرد لنا تأثيراتها، ومن العامل الأساس والمؤثر الأقوى في معادلتها. ردت آخر المدربين البرازيليين إجوا راح يستلمون منتخب، وخذتهم على المطار وطرت بيهم طيارة خاصة على السعودية. وصلنا السعودية، الطيار قال سالم محمد، لأن هاي الطيارة VIP، من المسؤول؟ قلت له محمد الوطني. قال اللي يريد موافقة من الخارجية. هذول الأجانب ظلوا دايخين. قلت له نو بروبلم، ارجع على المطار. رجعنا المطار ورجعته انه بخذت موافقة. للابتعاد عن الشبهات ومحدثات الأمور، والحذو على خطى الكتاب والسنة، لنكون على عروة وثقة لا انفصام لها. مع العلماء والفقهاء والمحدثين ومع جميع الأولياء، لقاء أهل الله عز وجل يكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله عز وجل. يجب على المسلم أن يخشع لكلام الله. وجهتنا حيث الحقيقة، نتتبعها وإن اختلفت عن الشائع من الأقوال، ليصلك الخبر بالتفصيل دون رتوش. تحدث عن شخصيات مهمة وشخصيات لها سيرة ذاتية طويلة. كان من فرسان العرب وفارس من أهل اليمن يعني هو. هل تستطيع اللغة العربية اليوم يعني مواكبة التطور الحديث، يعني فيما يتعلق بالمصطلحات، فيما يتعلق بحركة التعريب، يعني كيف تجدين ذلك؟